المداخلة ده يهم توضيح بالنسبة للحافة المزعومة بمعدن الخضر. حسب ما اتصلوا بي بعض الزملاء لكون ثم حملة متاع تشويه وخاصة من بعض وسائل الإعلام، ونأكد على بعض وسائل الإعلام، حول حديث اعتداء بالعنف المادي على ولية. احنا اول حاجة عندي زوز نقاط او ثلاثة نقاط باش نفصلهم قبل ما نعطي توضيح بخصوص الحادث. اول نقطة، احنا ماناش فوق القانون وماناش فوق المساءلة، هذه النقطة الاولى. قانونيا نحن مستعدون للمساءلة وان وماناش فوق القانون، النقطة الاولى. النقطة الثانية، ممكن لنسجلوا من استياء حول بعض وسائل الاعلام، خاصة تقريبا زوز وسائل إعلامية ذكرت لكونها هل تم حادثة اعتداء على ولية من قبل القائم مع معهد باب الخضرة ومدير بعد معهد باب الخضرة. الشيء هذا الأصل في العمل الإعلامي ثم ميثاق شرف، الأصل أن استقاء المعلومة من المصدر، هذه النقطة الأولى. اثنين، سماع الروايتين وليس انك تقف على روايه واحده وتكون ساقطه في 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 حمله تشويه وادعاء بالباطل لتخليص انفسهم من التجاوزات اللي ارتكبوها في حق المؤسسه التربويه معهد باب الخضرة اولا، واثنين السيد مدير معهد باب الخضرة والسيد قائم العام باب الخضرة اللي هما ان حاولوا جاهدين أن يمتصوا هالحالة هذه متاع التوتر وحالة الغضب من الولي هذه ويتعاطوا معها بكل لطف وبكل هدوء. الشيء ضايع نأكد على حاجة اللي هو أن الإعلام هذه ولا زوز وسائل الإعلام دون ذكر أسمائهم قفزوا في إطار الجري وراء ما يسمى بالسكوب والدعاية والبوز والإثارة الى نقل اخبار زائفه عاريه عن الحقيقه، ونأكد نقول على اساس لكون هي اخبار زائفه وعاريه عن الحقيقه. والاصل فيه لو كانوا صحيح هم ملتزمين بميثاق شرف المهنه نتاعهم والمنتصرين للحقيقه ويلوجوا على اناره الحق، لاتصلوا باداره معهد باب الخضر في الابداع واستفسروا واستجروا الامر. الموضوع مطروح لدى 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 القضاء، كانوا ينجموا يتصلوا على الاقل لدى باحث البدايه ويستفسروا الموضوع وينقلوا الوقع. الاصل في الاعلام ان الصدق ولا الامانه في نقل الخبر، وهم احرار في التعليق، حريه التعليق لكن الصدقيه في نقل الوقع وفي نقل الخبر بكل امانه. احنا انا واحد من الناس نعبر بكل استياء على الحالة هذه من التسيب وحالة التشويه والإساءة للقيم العام وللمدير والأسرة التربوية بمعهد باب الخضرة وكافة المربين على جميع أصنافهم وجميع رتبهم وجميع أسلافهم، على اعتبار أن الحملة هذه ما هيش ولدة اليوم، هي منذ مدة ثم حملة مسحورة ضد كل مربي من معلمين من قيمين من أساتذة من إداريين، واحنا الحبل على الجراره في الموضوع هذا. الاصل في الاشياء وسائل الاعلام كان الاصل فيها ان هي تتحرف الامر وتقف على الحقيقه وتنقل الخبر كما هو الواقع كما هي، وليس بالكذب والتزييف والتشويه والاساءه للمربين والاساءه الى الراي العام. السونس كوم هل 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 الراي العام حس المشاركه هذايا اش قاعد يسمع؟ يسمع في حملات تشويه ضد المربين، هذايا اساءه للمربين وإساءة لأولادنا لتلامذتنا وإساءة للأولياء ومحاولة لإحداث شرخ وكسر الثقة المبنية ما بين الولي والمربي، هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، نزيد نأكد لكون موضوع الحادثة هذه هل مزعومة وهل كلها افتراء وكذب وتلفيق وكيدية في جميع التفاصيل، نأكد لكون احنا نبدأ بنفسي لست فوق القانون
وانا مستعد للمساءله والمحاسبه اذا كان اقترفت انا ولا زميلي السيد المدير اي تجاوز في حق هذه الوليده. هذا بالقطع باش نكونوا واضحين فيه. ولا ثم جانب التحفظ لازمنا نتحفظوا على بعض التفاصيل من الحادثه، هذا من الواجب، لكن باش نعطي بعض الاشارات بخصوص الواقعه كيفاش تمت. السيده عشيت يوم الخميس الموافق ليوم 10 اتصلوا زوج تلميذات، من بينهم التلميذه هذه وليت ابنه التلميذه هذه المرسمه بمعهد باب الخضره بالسيد المدير، وطلبت توقيع سحب ملفها من معهد باب الخضره للالتحاق بمعهد اخر باحد المعاهد بالجهه. السيد المدير، وهذا القانون وهذا معلوم وواضح، نحن لا نسلم موافقه على نقله للتلميذ، تلميذ قاسم ما نسلمولاش نقله، الاصل انا بحضور الولي نسلمو له النقله نتاعه، هذه النقطه الاولى. حضرت الولي على الساعه 7:30 وكنا احنا نحضر انا والسيد المدير من 5 و5:30 و6 نتاع الصباح لانجاح العوده المدرسيه وما الى ذلك. اتصلت بينا يوم الجمعه، صبيحه يوم الجمعه يوم 11 حضرت الى مكتب السيد المدير في الساعه 7:30 وطلبت بطريقه استفزازيه وباحتجاج لم ارى له نظير في حاله التهكم والاستهتار والتجاوز في حق السيد المدير بخصوص علاش تحتاج كيفاش ما تسلمنيش ورغم انفك تو تصحح لي وتو تمد لي مطلبي. الحصول بالضبط شنو؟ السيد المدير طلب منها بكل لطف ان يجاوبها على موضوع ان مش ممكن قانونا ان نسلموا الموافقه بتاع مطلب نقله للتلميذ، الاصل يكون مرفوقا او مصحوبا بولي امر. هذه النقطه الاولى. ما سمعتش الحديث وما استبجت بالرغم لحاله الهدوء اللي تعتينا بها بخصوص هالحاله هذه، الا انها اصرت في الاستفزاز نتاعها وسب وشتم وتو ورغم انف كذا وكذا وقفزت على حتى انها باش يوقع لها السيد المدير خذاش بدل المطالب وباش يوقع لها وباش نصوروا على الاقل نسخه باش نعرفوا على اساس منتشر باش نحلوا المشكله بالوسائل نتاعنا التربويه والبيداغوجيه اللي تعلمناها واحنا رانا مربين وكاريرنا تقريبا اقل واحد فينا عنده 20 عام ولا 18 عام في 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 قطاع التربيه ونتعاملوا استثنائيا بوسائلنا ونعرفوا لكون هالحاله احنا قاعدين نمروا في حاله استثنائيه حاله التهاجم وحاله التهكم وكذا وكذا كيفاش نمتصوا ونتعاملوا بموضوعنا لا متناهيه في الحالات هذه. الحصول بالضبط انا هي اصرت ونقص على مكتب السيد المدير وحملت يديها بالوثائق بما في ذلك المطلب نتاعها وخرجت وغادرت. السيد المدير بحكم عنده وضعيه صحيه خاصه وعامل زوز عمليات او ثلاثه على ساقين، فما ملف صحي يثبت هذا. مسكين جاي نور على اساس في موضوع الواحد زاد طاح. خلطت انا خرجت من الباب وكلمت زميلنا البواب وقلت له اغلق الباب رجاء راهي ثم اوراق. خلطت عليها وخذيت منها الاوراق واستسلمت هيك كي على اساس سكرنا الباب استسلمت مكنتني من الاوراق وعملت البنت التليفون اتصلت بولي امرها اللي هو كان يستنى فيه في القهوه في المقهى المقابل وحذر وضرب كسر الباب البلوري للباب الرئيسي للمعهد وهذه واقعه تنجم تعينها اي جهه الشرطه الفنيه وغيرها بالرغم انا الامن مشكور جاء وعاين الحادثه. اثنين يهجم على مكتب السيد المدير ويكسر الباب مازال مكسور شاهد هذه واقع ما نجموش نغيروها زاد وثم حضور ثم شكون شاهد في الحادثه. بعد ذلك بعد اصرار الاداره ان هي تتمسك احنا كمربين احنا مطالبين باش ندافعوا على حرمه هالمؤسسه وتجهيزات هالمعهد هذا كيفاش انسان يسطو على معهد ويتجاوز بالطريقه هذيا واحنا ما ناخذوش الاجراءات القانونيه، خذينا الاجراءات المتبعه اللي هي اعلام من الجهه الامنيه اللي حضرت مشكوره واتصلنا بالسيد المندوب الجهوي واعلمناه
عن طريق وثيقه تعمر اللي هي اعلان بحد فور، وشرحنا له باقتضاء وباش نرفعوا له تقرير مفصل بالنسبه للموضوع الوقائع اش حصل بالضبط لاحقا. اللي حصل بالضبط ان السيده الوليه هذيا وبقات متماسكه ما ثم حصل حتى شيء في الابان، والولي وقت حضر بعد ثوره الغضب وحاولنا نهدوا من روحه، قال لي سيدي ما حصل حتى شيء وعلى اساس نمشيش. في تمسكنا احنا وقت حضر الامن وتمسكنا باساس ان السيد هذا كسر باب وكسر باللون واعتدى بالعنف اللفظي سب وشتم وما الى ذلك، الولي البول والام اخذوها كذريعه وقال لها ضربني وبكاء وسبقني وشكا. اتصلوا بالمركز في وضعيه حاليه عاديه، ومن بعد على اساس اثار والاشاعه هذه نتاع على اساس لكونها هي وقع عليها الاعتداء بالعنف وتحديد القيم العام على اساس ان الكمها بونيا على 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 عينها هذا ما يحصلش. لا يسعفنا اذا كان ما سعفناش مستوانا واختصاصنا وتجربتنا في الميدان هذايا، يسعفنا على الاقل تربيتنا واخلاقنا والمنحدر الجهه اللي جينا منها. ما يستقيمش الحال هذايا، وكيفاش احنا ما نضربوش نساء وما نضربوش رجال، ما يجيش هذا ما يستقيمش. واحنا مربين تعاطينا مع الحادثه بكل مرونه وبكل لطف وبالوسائل التربويه اللي كانت متحتمله. هذا نحصل بخصوص الواقع. انا نقول احنا ما نطلبوش رد القضاء، لكن نطلب لطف فيه والافتراءات هذه تحصل والتجاوزات هذه تحصل، وناكد على لكون الحادثه هذه هي توظف في اطار حمله تشويه للمربين، المقصود بها المربين وليس قائم عام وليس مدير. هذه حمله شعواء ضد المربين، وهذا افتراء وادعاء بالباطل. لكن انا نزيد نذكر في نقطه ثانيه ولا في نقطه اخيره، لكون احنا ماناش ضد المساله وماناش ضد المحاكمه وماناش فوق القانون، لكن نتحاكموا امام القضاء ونتسالوا امام القضاء وما نتسالوش امام اعلام اصفر منحاز، خاصه بعض الوسائل. انا ناكد على كونها بعض الوسائل الاعلاميه اللي هي بنات على اشاعه وخذات من جهه واحده، خذات روايه واحده وبنات عليها ونقلت عليها روايه في اطار التحريض والتشويه والاساءه. ناكد احنا ما يلزمناش نتحاكموا ونرفضوا، ويلزمنا بالنسبه لنا احنا حتى التوتر وحاله الاحتقان الواحد اللي عايشها على حجم هالتشويه اللي حصل لضايا في 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 شخصي وفي شخص المدير وفي شخص المؤسسه التربويه وفي شخص المربين بصوره عامه، هذا ما يلزمش يحصل عن طريق وسيله اعلاميه. هذا الاصل المحاكمه والمساءله، واذا احنا اقترفنا ذنب او تجاوزنا سلطه او تجاوزنا القانون او اعتدينا بالعنف المادي او اللفظي، نتساءل ونتحاسب امام القضاء وليس امام وسائل اعلاميه تبني روايتها على اشاعات واخبار زائفه لا اساس لها من الصحه. وشكرا، انا نشكر كل من ساندنا من اولياء انتصار للحق. احنا ندافعوا ورجاء لكل طرف متدخل ان ينتصر الحق ويقف على الوقائع، والبحث جاري ينجموا يتصلوا بالجهات المعنيه ويقفوا على الوقائع. ناكد نقول يقفوا على الوقائع دون اتهامات مجانيه. احنا ماناش مستعدين، عندنا زوجات، عندنا صغار، عندنا والدين، تشوف الشيء هذايا الشيء فظيع وما يتقبلش ومرفوض اصلا وفصلا. وشكرا.